النهاردة The Royal Society for the Conservation of Nature عملوا 112.4 متر مربع. The Royal Society for the Conservation of Nature, you are officially amazing. Congratulations. سجل الأردن رقماً قياسياً جديداً في موسوعة جينيس في أكبر لوحة فسيفسائية مصنوعة من الشموع في ساعة الأرض. اللوحة قامت بإعدادها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وهي مصنوعة من الشمع تحمل شعار ساعة الأرض باستخدام 11440 شمعة. اللي احنا عملناه النهارده ان هو يبدا بنبعت له شروط وقياسات معينه، بيبدا هو بيطبق الشروط ديت كلها، والمفروض ان انا باجي ببدا بقيم الشروط ديت وبقيم المحاوله في حاله نجاح او فشل. يعني بالفعل كان المينيمم ان هما كان المفروض الحد الادنى اللي هما المفروض 100 متر مربع من الموزايك، عملوا 112.4 متر مربع من الموزايك النهارده، فدي طبعا محاوله ناجحه. اليوم احنا بنحتفل بساعه الارض اللي هي احتفاليه عالميه ب 128 دولة بالعالم. الأردن اليوم حققت رقم قياسي بتشكيل أكبر لوحة فسيفسائية مصنوعة من الشمع لشعار، وهو شعار ساعة الأرض. هاي رسالة واضحة من الأردن لكل العالم حول أهمية الحفاظ وعدم استنزاف المصادر الطاقة اللي بتأثر على تغير المناخ واللي احنا بنعيشه الآن. اختارت الجمعية جبل القلعة الأثري في عمان مكاناً لتنفيذ الفعالية، وبدأت الجمعية بإشعال الشموع احتفالاً بساعة الأرض بعد تسجيل الرقم القياسي الجديد. ألا أبو حمدة، رؤيا.